الله يسعد شي امه ابن الصواب الحشد واسوا له راتب وانا سمعته معيش بي واحد من ابطال الحشد صوب بالحشد وما نطار عقله بعقله براسه عصابه الحق ايه وما طوك شي ما طردوه كل ما يروح يقول لك شي ما عليك وزعم جهال وسنا جهال لا مدرسه ماكو موحده ماكو له وقاعد بالبيت ذاك اذا وديك علي لقاء سويه تبكي علي هو القائد ابو مهدي الكناني هو القياده ماله يعني هو المجاهد هو هناك بالبو علوان مش اسمها هو المجاهد وماكو راتب تقبل مروتك لا والله ما تقبل ما حد ما يقبل هيك هنا وعايش الجهاله على مود مرتلا تطلع عن الطريق بطل وضحى بروحه على مودي وعلى مود اهلي عقله وبراسه هسه ما يعرف شنو يقول لي ما روح يقول طردون هو بطل بطلهم وين صارت اصابته؟ ببعلوان بعلوان اي والله والمجاهد هو بال 2014 ويروح ما يسوي له راتب ما سووا له هسه انا اشوف والله على مود مرتلا حديقه اشمرها ابيع وابيع له ودي الجهاله هدوم حتى رجل ما يدري بي انا من اطلع يقول لي شنو انت بتليتي اروح ابيع جرود اودي لهم غدا والله العظيم والله اليوم ما افلس رحت على مشين قطيه تبيع مرته ما تبيع ما خليها تطلع خاف عليها ما خليها تطلع توقف في مكان اي انا ما خليها تطلع خاف عليها من الدنيا هذا الغدر مال حشاك الضعيفين النفوس ما خليها تطلع ابد الباب ما تفتحه ابيع واكلهم غصبا علي شرف هذا الجهاد يقول لي ما انا مجاهد في سبيل الله ما حاشي شو كنت راجع اخر مره وين راجع هسه اخر شيء سووا له عوده ويكذبون علي يقول له لا راتب بلاش يكذبون علي يطردونه هو معاق بعقله وبراب صهره هسه راجعت على عقله شويه علاج شربته شويه زين ظهره بس لا يطلع ولا يمشي يكون سوي لقاء فد يوم تجي ما يقدر يتحرك ما يقدر ما فقد كل شفته اصابه ميته اصابه ميته والله العظيم قناص بظهره وي مهدي الكناني هو عصابه اهل الحق اول مجاهد يقول راح يطبون عليك مثل موصليات اقول له يمه ابقى لا تروح يقول لي لا راح يطبون عليك مثل موصليات ياخذون شن هنا ورا الكاظميه هم هاي بال 2014 اناشد الحكومه للجرحى مو بس ابني اي جريح سووا له راتب خطيه كله خبزه انا طحت والله طحت بعد ما بي اطلع للسوق الله وكيلكم وما حد كفيكم